مساء الخير واهلا بكل حضراتكم في كل مكان. هكون انا معكم جيرمين شلبي. هنتابع مع حضراتكم يعني اصداء خساره منتخب مصر بقياده البرتغالي كارلوس كيروش في نصف نهائي بطوله كاس العرب بعد الهزيمه امام منتخب تونس بهدف نظيف عن طريق خطا عن طريق عمرو السوليه بالخطا في مرماه في الوقت الاخير من المباراه. على الرغم من خطأ السولية مع المنتخب، لكن شفنا مع حضراتكم يعني دعم كبير قدموا يعني نجوم كرة القدم، دعم النفسي قدموه سواء من نجوم الأهلي أو نجوم الزمالك، لكن أكيد يعني كانت الأجواء حزينة جدا. في ناس كانت شايفة إن المنتخب يقدر يعمل أحسن من كده، يقدر إنه يعني يحصل على البطولة اللي صعد للنهائي فيها منتخبي تونس والجزائر. طيب المنتخب عنده بكرة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع واللي هيواجه فيها منتخب قطر، لكن التساؤلات والجدل الكبير اللي دار هو عن شكل المنتخب في البطولة وتأثيرها على مشواره والأهم طبعا في بطولة الأمم الأفريقية أو حتى تصفيات كأس العالم. يعني لمزيد من التفاصيل وعلشان نعرف نتكلم بشكل أوضح عن مشوار المنتخب في كأس العرب ومستقبل المنتخب في كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم، احنا بيشرفنا وبيكون معانا على شاشة التلفزيون اليوم السابع كابتن رضا عبد العال نجم مصر والزمالك والأهلي السابق. مساء الخير وأهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك يا كابتن. يعني هنتكلم مع حضرتك طبعا على مشوار مصر في البطوله لكن من بدايتها، لكن خلينا نبدا من خساره المنتخب الاخيره امام تونس في نصف نهائي كاس العرب. عايز اعرف من حضرتك وجهه نظرك ايه كانت، ايه هي اسباب الخساره؟ هل المدرب ولا اللاعبين ولا الاثنين؟ وهل كان ممكن المنتخب يعني يقدم افضل من كده خلال هذه المباراه؟ بص حضرتك، وفي حاجة بقول لك عليها بعيدة عن الكورة والفنيات والكلام ده. في حاجة اسمها العدل. العدل ده عند الراجل ده مش متواجد. عند كارلوس كيروش؟ أيوه. صرفي، سيبك من السولية وسيبك من الشناوي وسيبك من مصطفى فتحي وسيبك من سبب الخسارة الرئيسي إن الراجل ده ما عدلش في الماتش الأخير. إزاي يا فندم؟ الراجل اللي اسمه احمد رفعت ده كسبه ماتش السودان، هو اللي فتح الافتتاحيه بتاعت الخمسه وجاب جون هلامي. الماتش اللي بعديه على الجزائر ما لعبوش خالص، جه بعد كده لعبوا في ماتش الاردن في الوقت الاضافي، الراجل جاب جون وعمل جون خلى النتيجه بقت 3-1، خلى شكله بقى كويس. فلما يجي في ماتش تونس وما يبداش بيه ولا يعمل تغييره حتى، فربنا عاقبنا وعاقب الراجل ده عشان ان هو ظلم احمد رفعت. دي بعيده عن الفنيات خالص ومحدش يتكلم فيها ولا حد هيتكلم فيها، لان ربنا اسمه العدل. اللي وصله ان هو يلعب مع تونس في الدور ده هو احمد رفعت. احنا طول البطوله عمالين نخبط، وسيبك من المكسب 5-0 الوهمي بتاع السودان، وسيبك انت كسبانه لبنان بالعافيه 1-0، والاردن لو في توفيق الشوط الاولاني ولولا براعه الشناوي والقائم كنت خرجتي. الو، ايوه مع حضرتك يا فندم، بسمع حضرتك. يعني حضرتك شايف ان كابتن رضا، انا مع حضرتك، انا مش سامع حاجه خالص بصراحه. حضرتك مش سامعني؟ الصوت بعيد قوي. الصوت بعيد؟ طيب حضرتك يعني خليك معانا كده احسن، كده افضل. تمام. يعني حضرتك يا كابتن شايف ان الخساره دي كان سببها الظلم، بسبب الظلم اللي تعرض ليه احمد رفعت، فده كان عقاب ربنا لينا، صح كده؟ طبعا طبعا. بس لا، لا في حاجه ثانيه اقول لك على حاجه، انت ما عملتيش ماتش عدل في الماتشات دي كلها. يعني انت انت مش منتخب عنده شخصيه عشان تبقي قاعده ومطمنه وحاطه رجل على رجل، انت كل ماتش حاطه ايدك على قلبك. ماتش لبنان انت كسبان ضرب الجزاء. الماتش الثاني بتاع السودان اللي فتحه من البدايه في اول 3 دقائق هو احمد رفعت. بعد كده ماتش بعد كده ماتش الجزائر اللي هو
كنا فرحانين قوي بالانذارات، يعني احنا ما ياخدوا انذار كاننا جبنا جول عشان نتلاشى المغرب. وجينا وقعنا في قرعه تونس عشان منظمه شويه عن الفرق اللي احنا لعبناها قبل كده، كسبتنا وكسبتنا بسبب الظلم اللي احمد رفعت تعرض له. لان الراجل العداله دي غايبه عنده خالص، فكر نفسه وعملي طبعا يضحك علينا ويضحك على الشعب المصري. مره يقول لك العشب والاراضي في مصر ما تنفعش، انت كان عندك كاس الامم الافريقيه انت بتلعب على احسن ملاعب. طيب بلاش في مصر الملاعب مش مساعداك. طب انت لما رحت قطر اللي هتلعب عليه كاس العالم الفتره اللي جايه 2022 ما وريتناش ليه المستوى والعبقريه بتاعتك في الباص والتحرك والاستلام والاستحواذ والحلول والاختراقات والكلام ده، ما وريتناش ليه الكلام ده؟ هو عمال يضحك علينا. ومره اقول لك اصل ضربه الجزاء الحكم اللي حسبها احبطنا، انت المفروض ان هي تحبط تونس، تحبس يعني تحبط فريق تونس، لان هو اللي له ضربه جزاء وما اتحسبتش فيوقع نفسيا، وانت من هنا ترجع لك الثقه تاني، وترجع حتى لو انت وحش لازم ترجع للمباراه لانك انت كنت هتخسر فربنا نقذك والضربه الجزاء ما اتحسبتش فلازم ترجع المباراه. انت ما رجعتش المباراه، هتيجي هجمه خطره في الماتش ده. تمام. هتيجي كده هجمه او فرصه طبعا بتاعت مروان حمدي في صايد اللي هي الشوط الاولاني، بتاعت مصطفى فتحي اللي هي الشوط الثاني، يعني من البدايه مروان لازم يعملها مصطفى فراغ، هو بياخدها لنفسه عشان ان هو يجيب جول، ففي اللحظه دي المساحه ضاقت، ده بيحط رجله وده بيحط رجله عشان كده طلعت في السماء. تمام. طيب يعني عايز اسال حضرتك، انت شايف ازاي ده هيأثر على مشوار المنتخب، سواء هنتكلم على يعني كأس العالم وتصفيات كأس العالم او الامم الافريقيه، شايف ده ازاي هيأثر على مشوار المنتخب؟ هيأثر لان الراجل اصلا قليل فنيا. لو المسؤولين عندنا بجد بيحبوا مصر بجد يمشي. لان ده اختبار، اكبر اختبار. انت بص يا استاذة، انت المنتخب الوحيد اللي رايح بدون صلاح والنني فقط. صح. يعني انت مش ناقصك حاجة. صح. طيب يعني فذي جزئية خليني اسألك. المنتخب بتاعنا المحليين الدوليين دول تروح يجيب لكم البطولة ويجي. بس للأسف العبقرية بتاعته في التغيير وفي التشكيل وإدارة المباراة زيرو. فمفروض من دلوقتي نلحق، عندنا كام يوم على البطوله الافريقيه، هات حسام حسن، وحسام حسن دوت مش من مصر. على الاقل هتبقى في روح اكتر من كده، هيبقى في شكل اكتر من كده، هيبقى في الراجل حاسس بينا، ده مش حاسس بينا. طيب انت شايف يعني حضرتك يا كابتن شايف مين الوجوه اللي المفروض الحاج صباح، مين الوجوه اللي المفروض كانت تكون موجوده؟ مفيش حد، ما هو مفيش الا صلاح والنني. في تاني؟ هو في بعد دول؟ مفيش الا دول. صح. يعني انت هتقولي لي طارق حامد، ما انت عندك اكرم وعندك ممكن يلعب في ديفندر وعندك حمدي فتحي وعندك مهند لاشين وعندك السليه. يعني مش طارق مثلا اللي بيجيب 10 تجوان عشان نقول ايه ده ما خدش طارق فطارق هو اللي فرق، او ابو طبعا. يعني انا بكلمك بمنتهى الامانه عشان بس الناس اللي هي انت تزعلي مثلا. انت لو انت بجد عايز المنتخب ده كان في رمضان صبحي مثلا بعد ما يلعب استراليا، لو انت عايز، انما هو مش في دماغه. هنا كان تصريح قبل ما يسافر يقول لك انا رايح اجرب. تجرب ايه؟ اذا كنت انت اللعيبه اللي هي اثبتت انهم احق من اللي هم ما ثبتوش زي مهند لاشين واحمد رفعت، انت ما لعبتهمش. يبقى انت بتجرب، انت بتضحك علينا، انت اديت لحسين فيصل وحسين فيصل عمل ماتش السودان، فمصر كلها هاجت وقلبت على نادي الزمالك واللي باعوه واللي جابوه، وهو اصلا لعيب مع كل الاحترام مش هو الواو يعني اللي انتوا بتعملوا عليه الضجه ده. عد مروان حمدي مع احترامي، يعني انت لو لعيب قفشه فرود هيبقى احسن منه. طب يعني انت شايف يا كابتن يعني مين في الوجوه الجديده اللي ممكن ان هي تقدر تكمل المشوار مع المنتخب؟ مين اللي شايفه كان اداؤه الافضل؟ الافضل كمال عبد الواحد،
مهند لاشين، وعندك طبعا احمد رفعت، وعندك محمد عبد المنعم لو كان خد. خد بال حضرتك. تمام. طيب يعني مروان داوود بصراحه ما لعبش على احمد فتوح في الفتره دي النهائي يعني. طيب يعني خليني برضو لازم اسال حضرتك، يعني نستنى نشوف ايه في مباراه بكره. ما تستنيش، بصي انت يعني المنتخبات اللي انت لعبتيها كلها هو ما عملش ماتش مثلا كويس عشان يطمننا. انت انقاذ ما يمكن انقاذه الراجل ده يمشي، والناس اللي جابته لازم تتحاسب. يطلع برضه من بطوله افريقيا وبعد كده تقولي لي اصل الوقت ضيق وبرضه هتطلعي من كاس العالم. طب يعني محتاجين فنيا حدود. طب يعني احنا محتاجين ايه علشان يعني نقدر. حضرتك على حاجه، ده بيقولوا كان حارس مرمى فقد الشيء لا يعطيه، ازاي ما في تغييرات باين عليها في تشكيله باين عليه، مره بيلعب بثلاثه دفنترات ومره يلعب باربعه دفنترات في الملعب. ما ينفعش ما ينفعش، انت منتخب ليك اسمك يعني. الله يمسيك بالخير يا كابتن حسن شحاته، انت كنت بتنيم افريقيا من المغرب باداء ونتائج وكل حاجه كانت جميله. يعني احنا باختصار شديد كده محتاجين ايه علشان يعني يتم الصعود لكأس العالم او الحصول على لقب استاذه؟ يمشي ويجيب احسان حسن انقاذ من وجهه نظر حضرتك ده الحل الوحيد؟ بس انما انت هتتصدموا وهنتصدم كلنا وهنرجع نقعد 4 سنين. على فكره هقول لك على حاجه، والله العظيم اسهل بطوله توصليها البطوله دي، أو يعني أسهل مرة توصل كأس عالم فيها هي المرة دي. ليه طيب؟ ليه؟ أنت لعبت حد في التصفيات؟ ده أنجولا والجابون وكانت ليبيا. طب تعالي بقى الماتشين اللي جايين دولت، أيا كان أي فرقة أيا كان بيترعبوا من اسم منتخب مصر، بس عايزين مدرب بقى مع اللعيبة. إحنا عندنا لعيبة كويسة جدا على فكرة جدا. تمام. يعني بس اللي وظفها صح، مش تروح تجيب لي مروان حمدي وتروح تجيب لي حسين فيصل وتيجي تقول لي دولت هتعملوا التوديين. ده المصيبه السوداء كمان انه ممكن ياخدهم في افريقيا. يعني في النهاية يا كابتن يعني إن شاء الله إحنا بنتمنى طبعا كل التوفيق للمنتخب الوطني سواء في أنا ما بتمناش التوفيق، أنا بتمنى بس أنا أكيد أكيد هذا إنقاذ ما يمكن إنقاذه عشان نوصل. صحيح. عشان ناخد أفريقيا. صحيح. عشان نوصل كاس عالم. صحيح. وانت فكرتني ان انا مثلا ضد المنتخب؟ لا لا طبعا ازاي؟ لا ازاي يا فندم؟ بنقول اصلاح مره واحده يسمعوا كلامنا يا ستي، مره واحده. ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله يا كابتن، واحنا بنشكر حضرتك يعني على وجودك معانا على شاشه التلفزيون اليوم السابع، شكرا جزيلا لحضرتك وان شاء الله بنتمنى كل التوفيق، شكرا لحضرتك. شكرا. يعني في النهاية قبل ما اختم مع حضراتكم، احنا بنتمنى طبعا كل التوفيق للمنتخب في مباراة غدا وكمان في مشواره القادم، سواء هنتكلم على تصفيات كأس العالم او بطولة الأمم الأفريقية. طبعا يعني احنا بنشكركم على طيب المتابعة، وانتظرونا في مزيد من التغطيات على مدار اليوم من داخل تلفزيون اليوم السابع. الى اللقاء.